بس هو الحين بوريه التوت، خلاص 3 أنواع مجمدة، اللي هو التوت الأحمر والأزرق والأسود. حط عليها سكر ورشة ملح وخليها على نار هادية لين تذوب. شوفوا يا بنات، بعد ما غلى التوت تقريبا مدة 10 دقايق، خلطته بالخلاط وبصفيه، بعدين برجع أغليه مرة ثانية، بس ما يطول، ما ياخذ وقت، 3 دقايق على الكثير. شوفوا الحين نبدأ بطبقة التشيز. أخذت 1/2 كوب من كريمة الخفق، سخنتها على النار وبضيف عليها ظرف جيلاتين، حركها لين يذوب الجيلاتين، بعدين خليها تبرد. هذا الجبن والسكر اللي خلطته، وهذه كريمة خفق مخفوقة من قبل، وهذا الجيلاتين. بنخلط هذه الثلاثة كلها على بعض، بس ما يحتاج لها خلاط، بنخلطها بالسباتشولا. هذا التشيز انا ما ادري ليش ما سويته وياكم من اول، مع انه من زمان وانا طايحه فيه. يجنن شكل وطعم، ان شاء الله انه اعجبكم، وبالعافيه عليكم مقدما. ونصيحه، تكفون سووا يهبل.